أينما كنتم مشاهدي بلقيس، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. تحركات المبعوث الأممي الأخيرة تتسارع خطاها أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل الحديث عن فرصة جديدة لاستئناف المشاورات، ما كشفته تصريحات ولد الشيخ حول إصرار الإدارة الأمريكية الحالية على إغلاق الملف اليمني قبل نهاية عهدها السياسي، يشير إلى أن مسار المشاورات مدفوع برغبة إدارة أوباما وكيري أكثر من كونه مدفوع برغبة إنجاز سلام مستدام في البلاد. عودة هادي إلى عدن والتسريبات التي تتحدث عن تعزيزات عسكرية وصلت عدن وأخبار تتعلق بتغيير في المسار العسكري بالمنطقة العسكرية الرابعة بهدف استكمال تحرير تعز في ظل التحشيد العصبوي المستمر على المدينة التي تعرضت للحصار والاجتياح من قبل ميليشيا الانقلاب. كل ذلك يشير إلى أن المسار العسكري يتصدر المشهد الحالي. هذا هو محورنا الأول في حلقة هذا المساء، وفي المحور الثاني سنتطرق إلى التصريحات الإيرانية المباشرة من قبل رئاسة الأركان التي قال فيها قائدها قد تصبح لدينا قاعدة بحرية في سوريا واليمن يوما ما. وهنا نتساءل، ماذا يشكل التهديد الإيراني المباشر للمجال البحري اليمني والدولي؟ دلالات التصريحات وتوقيتها، وماذا عن التصريحات الإيرانية المباشرة بعد استخدام إيران لأذرعها في المنطقة بشكل غير مباشر من الحشد الشعبي إلى حزب الله وجماعة الحوثي؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، وأرحب بضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام. وسينضم إلينا أيضا في وقت لاحق من هذه الحلقة ضيوف آخرين. نبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير حول محاورها. لا يكف المبعوث الأممي عن تسويق خطط كيري الفاشلة في وقت تسبقه الأحداث، ولا يكون حاضرا حتى في أهم منعطفاتها، كما حدث عندما غاب لحظة كان وزير الخارجية الأمريكي يتشاور مع الإنقلابيين في مسقط، ويعلن من أبوظبي النسخة الأخيرة من مبادراته التي ألقت المزيد من الضبابية على مشهد الأحداث في اليمن. من مسقط أعلن ولد الشيخ أنه أجرى 3 لقاءات مع الإنقلابيين، وتوزع النقاش على خطته الأممية وعلى التعهدات المكتوبة التي قدمت للوزير كيري في مسقط بإمضاء الحوثيين وحزب المخلوع صالح. فشل ولد الشيخ في مقابلة الرئيس هادي في الرياض، لكنه هذه المرة سيلتقيه في عدن بحسب ما أكده هو لصحيفة عمانية، في وقت يأمل فيه بجمع الحكومة والمتمردين الموالين لطهران في جولة مشاورات قصيرة في الكويت تنتهي إلى اتفاق وقعه الطرفان إذا أحسن استغلال الفترة المتبقية من عهدة أوباما الرئاسية بحسب ما جاء على لسان ولد الشيخ. الكويت 3 محاطة على ما يبدو بتطورات مهمة يأتي على رأسها عودة الرئيس هادي إلى عدن في مهمة تبينت التوقعات بشأن طبيعة أهدافها، لكنها لا تخلو من التأكيد على العمق الجغرافي للسلطة الشرعية التي نظر إليها طيلة الفترة الماضية على أنها حكومة منفأ. وثمة مؤشرات على أن تمضي العمليات العسكرية المدعومة من التحالف قدما في ضوء التصريحات الاستعراضية المثيرة للقلق من جانب طهران التي تحدثت عن توجه لإقامة قواعد بحرية ثابتة ومتحركة في كل من سوريا واليمن. وبانتظار زيارة المبعوث الأممي لعدن لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه التطورات الميدانية والتي قد تؤثر بعمق على التصورات الجاهزة للحل في اليمن. إذن أهلا بكم من جديد. نبدأ بمناقشة محاور هذه الحلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري، وأكرر الترحيب بك. أستاذ نبيل، خطى ولد الشيخ الأخيرة وتحركاته وأيضا المجاهرة بتصريحاته برغبة إدارة أوباما في إغلاق الملف اليمني، إلى ماذا تشير بالنسبة لك؟ هناك من يرى أنها ربما هي سعي وتأتي ضمن المسعى في تحقيق إنجاز في اللحظات الأخيرة وأيضا تمكين حليفتهم إيران أكثر في المنطقة، ولا ترغب ربما ولا تدفع بنحو خلق حالة سلام دائم. بالنسبة لك في أي اتجاه تقرأ هذه التصريحات؟ لا، هو السؤال المركزي اليوم يدور حول ما الجدوى والمبررات التي تطرح في مثل هذا التوقيت الحرج لرحيل الإدارة الأمريكية. يعني نحن أمام مشهد امتد لأكثر من عام أو ما يقارب العامين، يعني عن جهود وجولات سلام متعددة ابتدأت من جنيف حتى وصلنا إلى الرياض إلى الكويت وما إلى ذلك، واليوم أيضا جولات مسقط المكوكية التي يقوم بها ولد الشيخ مع مبعوثي جماعة الحوثي وصالح.
هذه الحيثيات هي تنبئ أيضا في ضمن ما تنبئ بأنه الإدارة الأمريكية كأنها الديمقراطية المغادرة كأنها أمام التزام أو اتفاق وقعت عليه مع أطراف إيرانية في إطار أو في بنود أو في هوامش الاتفاق النووي، أنه هناك سيتم تمكين هذه الأقليات أو الأذرع المحسوبة على إيران من المنطقة. وبالتالي هذا الوضوح الظاهر في الإصرار الأمريكي والإعلان المنفرد عن خطوط سلام أو خطوات سلام من قبل وزير الخارجية خلال الأسابيع الماضية، يتحدث عن وجود سلام واتفاق تم التوقيع عليه بين من؟ بين الأطراف الأمريكية والعمانية والحوثية. يعني نحن أمام يعني مشهد بدأ يتكشف بشكل واضح أن هناك تعهدات أمريكية لجماعة الحوثي بتمكينها السياسية من خلال الحديث عن سلام وإدماج هذه الميليشيات الانقلابية المتمردة. هناك أيضا رؤية للبعض قد تتوافق مع طرحك هذا، لأنه لماذا الرغبة في استثمار اللحظات الأخيرة لأوباما في حل أزمة اليمن ولا نسمع عن مساعي أخرى ربما في ملفات أخرى معقدة؟ لا، هنا السؤال بمعنى آخر أيضا، أنه إذا كان هناك في فعلا رغبة حقيقية للسلام، لماذا أتت في اللحظات الأخيرة أو ربما في الوقت الضائع للإدارة الأمريكية؟ هذا دليل على أنه ربما هناك التزامات قدمت من قبل الإدارة الأمريكية الديمقراطية لإيران، وإيران قدمت التزامات لجماعة الحوثي في دمجها في إطار المشهد السياسي وإضافة شرعية جديدة أو شرعية تحويل الانقلاب إلى أنت شرت إلى أن هذه الالتزامات ربما قد يكون الأبرز فيها هو تمكين أذرع إيران وإيران من المنطقة. هل ربما تقرأ التزامات أخرى؟ هو الخوف أيضا من أن تأتي الإدارة الديمقراطية أيضا، حتى ذكر مثلا اليوم في صحيفة عمان أحد الأخبار التي تحدثت تحديدا عن مسألة أنه تخوف الإدارة الديمقراطية من أن تأتي الحكومة الجمهورية بأجندات جديدة. هذه الأجندات الجديدة لا يكون من ضمنها أيضا، لأنه التصريحات واضحة للإدارة الجمهورية تجاه اتفاقات الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، وبالتالي هذا سينعكس أيضا كما أشار أكثر من محلل أمريكي فيما يتعلق بأنه رؤية الإدارة الجمهورية للوضع في اليمن هو متعلق أساسا بمسألة. هل هو في سياق طبيعي أن يصرح ولد الشيخ نيابة عن الأمريكان يقول لا نفهم السياسة القادمة والمرتقبة لترامب، لابد من استغلال هذه اللحظات الأخيرة؟ اولا هو ولد الشيخ ايضا كما قلت لك انه في هناك التزام ثلاثي، يعني او في ولد الشيخ واقع في الوسط كوسيط يعني او كعراب للاتفاق بين جماعه الحوثي وبين الاداره الامريكيه، بين كيري تحديدا الذي تحدثت المصادر الاخباريه والصحفيه قبل اسابيع انهم ظلوا اكثر من 7 أو 8 ساعات في عمان في مسقط يناقشون، يعني كيري مع جماعه الحوثي وجها لوجه يناقشون فكره كيف يمكن الخروج من هذا المأزق. وهذا كان واضح أيضا أنه خلال الأسبوع الماضي كيري يتصل لولد الشيخ أكثر من 4 مرات ويناقشون هذه الفكرة، يعني في نوع من يعني مكافأة ما قبل الرحيل أو إنجاز المهمة قبل الرحيل. هو أراد ولد الشيخ عندما قال أنه كيري تواصل معي 4 مرات خلال الأسبوع أن يظهر أهمية الملف بالنسبة للأمريكان، لكن قد يفهم الموضوع في سياق آخر أنه اندفاع أمريكي نحو إتمام الصفقة. أولا الأمريكان نقولها بوضوح أنه الأمريكان لا يفعلون شيء لوجه الله، يعني الأمريكان عندهم مصالح واضحة ويشتغلون في إطارها، لكن الموجود الآن هو في إطار أيضا كما قلنا حكومة الرحيل والحكومة القادمة، أنه في سيحصل نوع من تغير الأجندات لدى هذه الحكومة، وبالتالي سيكون ربما هناك التزام لم تفي فيه الإدارة الأمريكية، فهي حاببة أن تفي بهذا الالتزام لإيران في هذه المرحلة حتى قبل أن تبدأ مسألة السياسة الجديدة. طيب للإدارة الأمريكية هذا الالتزام الذي أشرت أنه ربما قد يكون على هامش الاتفاق النووي وأنه يكون يصب في مصلحة إيران، ما الذي يمنع أن تفي به الإدارة الجديدة؟ يعني لا، الإدارة الجديدة لها موقف من الاتفاق النووي الإيراني، وهناك أيضا مستشارين لترامب يتحدثون على إمكانية أنه سيتم إعادة النظر في كثير من بنود هذا الاتفاق إن لم يتم في إعادة النظر في الاتفاق ذاته أساسا. وبالتالي هذا التخوف من قبل الديمقراطيين أنه يعني الإيرانيين قدموا لهم ما يريدون من حيث تجميد البرنامج النووي، لكن مسألة تمكين الأقليات في الشرق الأوسط وخاصة اليمن، اليمن تعتبر مركز استراتيجي فيما يتعلق بتمددات المشروع الإيراني، بمعنى أنه المشروع الإيراني تمكن من العراق وجزء كبير من سوريا ولبنان، لكن في الحالة الجنوبية
من المشروع الإيراني في اليمن لم يستطيع، لأن التحالف العربي وقف حجر عثرة أمام تمكن المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. وبالتالي طيب، ولد الشيخ أستاذ نبيل يتحدث عن تفاؤله بجولاته التي أنت قلت أن جولات مسقط وصفتها بالمكوكية، هو يراها أنها مثمرة وأنه لم يسأ هناك تجاوب من قبل ممثلي تحالف الانقلاب عندما التقاهم. في المقابل الحكومة الشرعية تشترط عليه تغيير في أجندة الخارطة. هو أولا يجب أنك تلاحظ الآن مثلا عندما يتحدث عن جولات أو نسمع عن الجولات المكوكية، ما هي الأطراف التي تناقش هذه الجولات المكوكية؟ الأطراف تدور من ثلاثة أطراف، اللي هو إن لم يكن أربعة: ولد الشيخ، الإدارة الأمريكية، كيري، سلطنة عمان، جماعة الحوثي. بمعنى أنه هذه أطراف هي الآن تحولت إلى طرف. طيب الطرف المقابل الذي يفترض أن يناقش هو الطرف الرئيسي في المعركة، يعني هي الشرعية والتحالف العربي. الشرعية والتحالف العربي غير موجودين في هذا النقاش، وبالتالي على أي أساس يبنى مثل هذه يعني مثل هذه الخارطة؟ كانت غير موجودة، لكن تحركات الأخيرة الآن ربما كان لديه مسعى للقاء بالرئيس هادي في الرياض لكنه غادر إلى عدن. المؤشر الوحيد دعني أقاطعك الآن، مشعر المؤشر الوحيد هو مسألة إنه الحكومة عازمة على تقديم تعديل على خارطة السلام، بمعنى أنه حتى هذا التعديل عدو لا زال صورة ذهنية لدى الحكومة لم يقدم أيضا. وبالتالي نحن نتساءل يعني مثلا الاندفاع الكبير لولد الشيخ هذا وراءه ما وراءه يعني. طيب بالنسبة لاشتراطات الحكومة يعني وتمسكها وصلابتها في الموقف، ربما بعد أن غادر الرئيس من الرياض إلى عدن والحكومة وجهت دعوة لولد الشيخ للقاء الرئيس هادي هناك في عدن، هل يمكن أن نشهد في عدن نوع من المرونة واللين في موقف الحكومة؟ أولا أنا باعتقادي الحكومة أمام لحظة تاريخية، هذه اللحظة التاريخية أولا فيما يتعلق بمسار الحكومة نفسها وشرعيتها، أو فيما يتعلق بالمعركة كامل في اليمن، يعني معركة التحالف بالأساس، يعني معركة التحالف اليمني أصبحت أو التحالف العربي مع معركة اليمنية أصبحت معركة واحدة، لا يمكن الفصل على الإطلاق بين المسارين، لأنه في الأخير نحن أمام عدو واضح هي إيران، إيران وأذرعها الميليشياوية والطائفية الموجودة في المنطقة. وبالتالي الآن الحكومة في عدن هي في أرض الوطن ومن حقها أن ترفض أو تقبل مثل هذه المقترحات، لكن باعتقادي الآن هي في حل، يعني مثلا ربما يكون هناك في ضغوطات على المملكة العربية السعودية والتحالف العربي فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية وإحراجات ما إحراجات، لكن في الأخير الحكومة الشرعية في حل من هذه الضغوطات، وخاصة أنها موجودة على التراب الوطني وبقادر تتصرف في منطق السيادة الوطنية ومنطق المصلحة الشرعية والسيادة الوطنية أيضا. يقول أنه متفائل بلقاءات مسقط لأنها ربما ستثمر نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق انطلاق لجان التهدئة والتنسيق في ظهران الجنوب، وربما الرغبة في أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي. المشكلة مش هنا أنه التفاؤل فيما في مسقط، الرجل قد يتحدث عن الكويت، قد يتحدث ما بعد مسقط، يعني أنه قد الاتفاق جاهز. هو قفز الآن من مسقط بالضبط إلى تجاوز الرياض عدن وانطلق إلى الكويت. بالضبط، يعني نحن أمام الآن يعني كأن خريطة مرسومة وموقع عليها، فقط الأطراف المعنية تحضر وتوقع، يعني معناته حتى مثلا الآن نقاش التعديل اللي قد تقدمت بالحكومة حتى ما حد داري في مضمون هذا النقاش وما الذي جرى من تغيير على البنود الرئيسية للاتفاق، لكن نحن دعنا نشهد خلال الأسبوع القادم سنرى. هو وفق التصريحات المعلنة لم يجرى أي تغيير، يعني وهذا يقودني إلى السؤال، الحكومة تطالب بتغيير جذري لخارطة الطريق، في حين هو يقول أنه ربما الدافع في كلامه عن أنه سيزور الكويت بعد الرياض لأنه يرتب لجولة جديدة من المفاوضات قد لا تزيد عن 10 أيام، سيكون الهدف من لقاءات الكويت هو التوقيع على الاتفاق فقط لأنه الأمور جاهزة وواضحة، يقول ورقة مسقط واضحة، خطتي واضحة، لا نحتاج إلا إلى وقت قصير ربما للاتفاق. فأيضا هذا يقود السؤال، الحكومة عندما تشترط تغيير جذري لهذه الخارطة، إمكانية الاستجابة لهذا المطلب من قبل الحكومة؟ أولاً الخطير في الموضوع والمضحك معاً أيضاً أنه ولد الشيخ يتحدث عن جولة من 10 أيام توقيع على الاتفاقية. طيب الاتفاق السابق الذي وقع في الكويت وقعت عليه الحكومة ورفض الميليشيات الانقلابية التوقيع عليه، يعني ما الجديد في هذا؟ يعني الآن الخارطة الموجودة هي مرفوضة من قبل الحكومة جملة وتفصيلة. طيب الآن أنت في إطار تناقض وتعارض جوهري واضح بين ما قد يطرح من قبل الحكومة أو بين ما هو موجود في الخارطة الموجودة والمتفق عليها في أطراف مسقط، وبالتالي على ماذا تبني هذا التفاؤل؟ يعني
في أسئلة يجب أن تثار الآن. طيب بالنسبة لطلب الحكومة في تغيير الخارطة أو لنقول التعديل، هل هناك إمكانية للتجاوب؟ أنا دعني أكون متفائل هنا معك كثيرا، أنه لن يكتب لأي اتفاق النجاح حتى ولو تنازلت الحكومة عن كثير من شروطها، لأنه بالأخير نحن أمام جماعات ميليشية عقائدية مذهبية مستخدمة كطرف لقوى دولية إيرانية تحديدا وتحركها كما ترى. وإيران في هذه المرحلة ترى أنه وجود الحرب في اليمن واستمرار الحرب في اليمن هو أحد أهم الوسائل لتغلغل النفوذ الإيراني في المنطقة. طيب نستمع لوجهة نظر الحكومة ربما على لسان مستشار وزير الإعلام، ينضم إلينا الآن الدكتور فيصل العواضي. أهلا بك. مرحبا أخي الكريم بك وبالإخوة المشاهدين جميعا. بداية، ما الذي سيختلف في الصورة عندما يلتقي هادي بولد الشيخ في عدن بدلا عن الرياض؟ أولا مدلول لقاء الرئيس في عدن أنه يعني الحكومة الشرعية تسيطر على المساحة المحررة من قبضة الميليشيات وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن. يعني إذا قطع أي تشكيك في أنه الواقع مختلف عن ما يطرح في وسائل الإعلام. طيب تحركات ولد الشيخ الأخيرة هذه ما الذي يمكن أن تخرج بها؟ يعني نحن نجد أن تحركات ولد الشيخ تم التهيئة لها من خلال ما أعلنه كيري، ثم تم تصحيح أو توضيح هذا الإعلان من قبل الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إفادة نائب وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية والسفير الأمريكي، وتم توضيح يعني ما جاء على لسان كيري. لكن نلاحظ شيئين: إدارة أمريكية على وشك أن تودع البيت الأبيض وندخل في عهد رئيس جديد وترتيبات جديدة، وميليشيات يعني الحوثيين بالذات وليس تحالف الانقلابيين، الحوثيين خلاص يعني على وشك الانتهاء والانهيار. فالكل يحاول استغلال هذه المساحة اللي ممكن نسميها بالوقت الضائع للخروج بأي إنجاز ولو بسيط. لكن معطيات يعني الواقع المعاش، سواء جماهير الشعب أو أفراد الجيش والمقاومة والفعالية السياسية، كلها كانت قد أعلنت رفضها لخريطة ولد الشيخ قبل أن تحدد الحكومة الشرعية يعني تضامنها مع الموقف الشعبي أو تعبيرها والتزامها بالموقف الشعبي. طيب دكتور فيصل، أنت أشرت ربما أنه حصل من خلال لقاءات المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس هادي والمسؤولين اليمنيين أنه حصل توضيح لما يخص كان إعلان كيري، لكن يبدو أن لا شيء تغير. ولد الشيخ يتحدث وربما تجاوز في حديثه الذهاب إلى الكويت، وحديث عن 10 أيام ربما تكون هناك للتوقيع على الاتفاقية، يقول ورقة مسقط واضحة وخطة واضحة للحل. يبدو أن لا تغيير سيطرأ على هذه الخطة في حين الحكومة تطالب بتغييرات جذرية لها. الحكومة طبعا هي الآن لا زالت على موقف ثابت، ستسلم ولد الشيخ رؤية كاملة أولا قراءتنا للخارطة التي أعدها، ويعني وأين تكمن الإشكالات من وجهة نظر الحكومة، وهي إشكالات حقيقية، وتسليمها للمبعوث الأممي، وقد يقتضي أيضا تسليمها بعد كذا إطلاع السفراء الدول 18 ويعني الذين يتابعون العملية السياسية في اليمن عن كرب. والحكومة لا تزال في موقف ثابت أن أي حل خارج إطار المرجعيات لا يمكن القبول به لأنه لا يمثل أي حل. طيب إشكاليات تتحدث عنها في هذه الخارطة، لذلك الحكومة تطالب بتغييرات جذرية، ما هي هذه التغييرات الجذرية المهمة والمطلوبة من قبل الحكومة أن يحدث عليها تغيير؟ طبعا يعني القرار 2216 كان قد حدد الأولويات، وهي الانسحاب، تسليم السلاح الثقيل، إطلاق المختطفين والمحتجزين قسرا، وهناك أسماء وردت في القرار حتى الآن يعني المبادرة لا تتضمنها، الانسحاب من المدن وعودة الشرعية
إلى العاصمة بعد تسليم الميليشيات سلاحها والتحول الميليشيات إلى أداة كيان سياسي وحزب سياسي، ثم استئناف العملية السياسية من حيث توقفت بإحالة الدستور إلى لجنة المراجعة تمهيدا للاستفتاء عليه. الحكومة يعني هذا الموقف الذي تطالب به الحكومة والذي يعني أكده القرار، يعني جاء يعني الحكومة هي تحصيل حاصل، يعني هي تؤكد على ما جاء في القرار الأممي 2216، ولا يزال هذا القرار من وجهة نظر الحكومة قائم، يعني لأنه أي مبادرة أو خارطة طريقة أو حتى ممكن نقول بيان رئاسي لمجلس الأمن لا يمكن أن يكون تجاوز للقرار. ومن ثم أيضا مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي اعتمدت كمرجعيات للحل في اليمن. طيب دكتور فيصل، خارطة الحل المطروحة الآن هذه بناء على أفكار كيري وأيضا مقترحات ومشاورات الرباعية الدولية وخطة ولد الشيخ من قبل، يقال أنها طرحت بهذه الصيغة وفرضت على الحكومة الشرعية ويفترض أنها تتعامل معها بهذه الصيغة، لأن موقف الشرعية ربما كان يشوبه القليل من الضعف فيما يخص لم يحصل أي تقدم عسكري، هناك طالت الأمور وتصاعدت الأزمة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية للناس. بالتالي الآن عندما نتحدث عن إذا ما أرادت الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يقوموا من موقفهم ويقلبوا الطاولة على الانقلابيين، هل يمكن فعل ذلك وتقوية موقف الشرعية من خلال الحسم العسكري في الجبهات المهمة الآن، أم ربما في استمرار فقط المناورات السياسية واللعب على عامل الوقت، مثلا على سبيل المثال تحركات وزيارة الرئيس هادي لعدن ومن ثم عودته إلى الرياض؟ أولا الشرعية لم تتخلى عن موقفها في مسألة العمل على السعادة الشرعية وإسناد المقاومة الشعبية وبناء الجيش الوطني، في نفس الوقت التي هي حريصة كل الحرص على السلام، لأنه الغاية المنشودة من دفاعنا ومن مقاومتنا ومن كل ما نعمله كحكومة شرعية هو الوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وبناء الدولة اليمنية المنشودة وفقا لما اختاره الشعب اليمني عبر حوار ضم كل القوى، وهو أول حوار من نوعه في اليمن وكان محط إعجاب وتقدير العالم، يعني حتى إن مجلس الأمن الدولي كان يصدر قرارات أو بيانات تؤيد قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي وهي سابقة ما حصلت مع أي رئيس دولة من الدول. فعندما نقول إنه الحلول يعني لم ينصاع الانقلابيون لدعوات السلام ولم يقدموا أي خطوة حقيقية يتقدموا أي خطوة حقيقية في هذا الاتجاه، فإن البديل هو الحسم العسكري وهذا من أول يوم مطروح. طيب من أول يوم مطروح، إذن يفهم إذن الآن أن ربما البدائل في يد الشرعية والتحالف العربي هو الحسم العسكري والتركيز على الجبهات المهمة مثلا تعز؟ نعم، يعني هناك أنا لا أتحدث نيابة عن العسكريين، هناك استراتيجيات موضوعة من قبل العسكريين ولها مداها وقد لا تكون معلنة، لكن يعني وفقا للمؤشرات هناك تقدم حقيقي بجبهة تعز وسيتم تعزيز هذا التقدم والحفاظ على ما هو قائم، يعني رغم شراسة العدوان وكما تسمعون محاولة التحشيد والنكب واستعمال كل الوسائل سواء ما كان إرث الدولة العميقة القديمة الذي يستخدمه صالح من قوات وأفراد أو ما يحاول تحشيده الآن باستغلال نخوة القبائل، لكن كان موقف وحاشد واضح بأن أعلنوا براءتهم من كل أبنائهم الذين سيلتحقون بالجبهات في تعز. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام على هذه المشاركة. قبل أن نذهب إلى فاصل فقط سؤال أخير في هذا المحور ربما لك أستاذ نبيل بوكيري، بالنسبة لحكومة الرئيس هادي الآن هي تراهن على ماذا لمواجهة الضغوط الممارسة عليها وأيضا محاولة إلغاء شرعيتها؟ هناك من يرى ربما أن المسار العسكري هو قد يصبح المتن والهامش هو للفعل السياسي. لا شك أنه الضغط أو المراهنة الحقيقية لا تكون إلا على فعل عسكري موجود على الأرض، يعني
ما فيش أوراق ممكن أن تلعبها معك، يعني أنت في حالة معركة شرسة وضغوطات دولية. أنا باعتقادي العالم لا يحترم إلا القوي، والقوي هذا هو الذي يحقق معادلة حقيقية على الأرض ويكسب المزيد من المناطق ويسقط المزيد من المناطق ويعيد ويستعيدها إلى سيطرة إلى سطوة وسيطرة الدولة. أما غير ذلك أنا باعتقادي ما فيش أوراق ممكن أن تقدمها. يعني الآن أي لا قدر الله أي هزيمة عسكرية أو كذا معناته أنه ستنهي محاجز من الشرعية. ليس هل الإرادة الآن متوفرة للسير نحو هذا؟ كل العوامل التي تدعو للانتصار على الأرض موجودة ومتوافرة، وأول هذه العوامل هي الروح القتالية التي صمدت سنتين أو عامين متكاملين في تعز بأسلحة فردية بسيطة وإمكانات شخصية عادية، وصمدت وانتصرت وحققت هذا الانتصار بينما لم تقدم الحكومة شيئا ذي قيمة بالنسبة للمعركة. هل يمكن أن نلمس ثمرة من عودة هذه إلى عدن فيما يخص معركة تعز؟ هل تعرف أنه المعركة الأخيرة في تعز هي التي أوقفت كم وسيل الضغط الدولي فيما يتعلق بالذهاب إلى خارطة كيري وولد الشيخ؟ هذه المعركة التي تحققت خلال الأيام والأسبوع الماضي هي التي فرملت الضغط الدولي. أنا باعتقادي أنه تعز هي بيضة القبان فيما يتعلق على مستوى الضغوطات الخارجية وعلى مستوى المعركة في الداخل. هذه المعركة إذا استعدت تعز إلى كنف الدولة. طيب بشكل سريع، صالح يبدو من تصريحاته الأخيرة أن معركة تعز تمثل له معركة وجود. بالنسبة للتحالف العربي وهادي وحكومته، ماذا تمثل لهم معركة تعز؟ هي كذلك تمثل حجر الزاوية ومسألة الانتصار، لكن ما نلمسه من قبل التحالف العربي ومن قبل الحكومة الشرعية تجاه تعز لحد الآن غير واضح ولا ينسجم مع هذا التوجه الذي يجب أن يكون. أستأذنك بالذهاب إلى فاصل ومشاهدين أيضا، ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من المساء اليمني. الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شردوا يعلنا، شردوا ربي، لا صحة ولا سمع ولا. هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كانت. من جديد إذن أهلا بكم إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بك من جديد أستاذ نبيل البكيري. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، موضوع التصريحات الإيرانية والتي أتت على لسان رئيس هيئة الأركان الإيرانية. بداية، كيف تقرأ هذه التصريحات من ناحية التوقيت والدلالات؟ لا شك أنه إيران في الحالة اليمنية حاضرة بقوة منذ اللحظات الأولى، لكنها ليست حاضرة مباشرة. إيران حاضرة من خلال أعداد كبيرة من الميليشيات تم تدريبها في طهران وتدريبها في الضاحية الجنوبية وتدريبها أيضا حتى على الأراضي اليمنية وتدريبها أيضا في معسكرات في أرتيريا خلال 2012 و2013. وبالتالي إيران تواجدها في اليمن هو تواجد غير مباشر، تواجد عن طريق هذه الميليشيات. اليوم حينما يتحدث الإيرانيون بهذه اللهجة هم يتحدثون على سبيل أنه لا زالت المعركة في صالحهم في اليمن، وأنهم خلال يعني إنه ميليشياتهم التي صمدت أمام التحالف العربي ممكن أن تصمد أكثر، وهم أيضا من هذا القبيل يعطونها جرعات معنوية عالية من خلال الحديث على أن يكون هناك تواجد مستقبلي لإيران في المنطقة. هذا في إشارة جزء منه دليل لتصعيد المعنويات لدى هذه الميليشيات، وجزء منه أيضا هو قراءة للاستراتيجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية، وأيضا هو لا يأتي أيضا ولا ينفصل عن التطورات التي تحصل اليوم في الساحة، المشهد العراقي والمشهد السوري والمشهد اللبناني. هي رسائل واضحة للتحالف العربي أن إيران لم تخسر المعركة بعد، وإنما هي أيضا بصدد تطويل أمد هذه المعركة. ربما ترافق هذا التصريح مع إقرار قانون في البرلمان العراقي الحشد الشعبي. هذه من الرسائل أيضا التي أتت في هذا السياق، إنه تحويل ميليشيات طائفية
إلى كيان قانوني في العراق على حساب الجيش وعلى حساب مؤسسات الدولة، وهذه الكيانات التي تستمد قرارها من خارج الحدود ومن مرجعيات دينية في قم الإيرانية، هو يعني ربما لرسم نفس المسار حول مسألة حزب الله في لبنان، وتكرار نفس السيناريو أيضا في المشهد اليمني، وتحويل جماعة الحوثي في أي صفقة سياسية قادمة إلى هذا على هذا النسق بالنسبة للمشروع الإيراني في المنطقة. نحن أمام تغيرات خطيرة، هذه التغيرات ما لم يلتقطها الأخوة في التحالف العربي وفي الحكومة الشرعية، أنا باعتقادي أنهم سيدفعون الثمن غاليا. يعني نحن طيب أستاذ نبيل، أنت قرأت في تصريحات باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية أنه ربما أيضا في جانب منها قد يكون رفع الروح المعنوية لمقاتلي الحوثي الآن. تصريح صالح الصماد الأخير ورفضه لما جاء في هذه التصريحات، مع أنه البعض يعني من المراقبين والنشطاء رأوا في هذه التصريحات من صالح الصماد أنها لا تقدم ولا تؤخر، هي في مثابة ذر الرماد على العيون، هي نوع من نسميها الفذلكة السياسية والحلقة السياسية. اليوم لا يستطيع أن يتحدث للصماد ولا غير الصماد أن يقول لا لإيران. إيران هي اليوم هي العراب الرئيسي لهذه الجماعات، هي التي دربتهم وأوجدتهم، وهي القرار العسكري، بل القرار العسكري والسياسي اليوم يدار في إطار هذه الجماعة من قبل ضباط حرس الثوري الإيراني. يعني ضباط هناك يقودون المعارك في الداخل اليمني، ويقودون حتى المسار العقلية الذهنية والسياسية لجماعة الحوثي. مكتب عبد الملك الحوثي، مكتب مجموعة ضباط مخابرات إيرانية، هم الذين يدورون هذه الجماعة، وبالتالي لا يمكن الانفكاك والهروب من أو الهروب من توصيف هذه الجماعة على أنها جماعة غير إيرانية. هذه الجماعة إيرانية شاءت أم أبت مهما صرحت، لأنه هذه الحقيقة الموجودة على الأرض اليوم. لا يمكن أن ينكروا بحال من الأحوال أنهم عبارة عن ورقة إيرانية وخلية وسرية من السرايا الإيرانية الموجودة في المنطقة العربية. طيب الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه التصريحات للمسؤول الإيراني فيما يخص الداخل وربما أيضا الإقليم؟ أولا بالنسبة للإيرانيين طبعا من ضمن استراتيجيتهم هو البهرجة الإعلامية. الإيرانيين يحاربون بالإعلام أكثر مما يحاربون على الأرض، هذه الحقيقة التي يجب أن تدرك. أولا أنهم حينما يتحدثون بهذه اللغة الاستعلائية الكبيرة، أنه ويصورون إيران على أنها أصبحت إمبراطورية كبيرة وسيطرت على الشرق الأوسط وأسقطت 4 عواصم عربية، وأن بغداد لم تعد سوى ستتحول أو ستعود إلى عاصمة، كما صرح علي يونسي ذات مرة أن ستكون هي العاصمة الإيرانية. يعني نحن أمام اشتغال مسارات متعددة بالنسبة لإيران، تشتغل في الجبهة العسكرية كما تشتغل في الجبهة الإعلامية، بل إنما الصوت الإعلامي هو الأكثر ارتفاعا. لكن في حقيقة الأمر أيضا بقدر ما هذا هو تصريح إعلامي، لكن هناك اشتغال على الأرض موجود. يعني هناك إعداد لها مثل هذه الجماعات ومثل هذه الخلايا منذ الثمانينات، أعدوا حزب الله السعودي وحزب الله البحريني وحزب الله الإماراتي والعماني وأيضا اللبناني. يعني نحن أمام اشتغال واضح وخطط وسيناريوهات واضحة أيضا فيما يتعلق. هذا التصريح سيمر مرور الكرام بالنسبة للإقليم، التحالف العربي يعني؟ التحالف العربي أصلا في اليمن هو ما أتى لليمن إلا تحت وقع التصريحات الإيرانية، المسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا عن إسقاط 4 عاصمة عربية ممثلة بصنعاء، وبالتالي كان ردة الفعل أيضا أنه يدرك الإخوة الخليجيون وإن يدركوا ببطء، وهذه مشكلتهم الحقيقية أنهم يدركون الأشياء بعد فوات أوانها، أنهم صنعاء بمثابة حجر النرد رقم 1، إذا تدحرجت وسقطت ستسقط كل عواصم الخليج، وبالتالي اليوم هم مدفوعين لليمن بفعل هذا الخوف، أنه الاشتغال على أدوات المشروع الإيراني في المنطقة الخليجية قائمة إلى حتى هذه اللحظة. يا سيدي ياسر الحبيب في الكويت يدرب كتائب في لندن، يدرب كتائب الحسين والزهراء ويدربها في لندن، وستعود القتال في الكويت في أي لحظة. يعني نحن أمام مشهد أصبح مفتوحا. للغوص قليلا في كواليس يعني ربما التفكير الإيراني، نشرك معنا الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك عزيزي وبالمشاهدين وبضيفك الكريم في الاستوديو. أستاذ عدنان، نبدأ من تصريحات رئيس هيئة الأركان باقري من حيث التوقيت والدلالة، كيف تقرأها أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن اليوم كان هناك تصريح جديد للمشير الأعلى لإيران علي خامنئي يصب في ذات الاتجاه بأنهم بحاجة إلى قواعد عسكرية في اليمن. أعتقد بأن إيران هي تحاول أن توجه عدة رسائل، الأولى هي الرسائل للداخل
والرسائل والرسائل الاخرى هي للمملكه العربيه السعوديه للولايات المتحده الامريكيه مع الاداره الجديده لدونالد تريب. اعتقد بان الرساله الموجهه للداخل الايراني هي تاتي ضمن الحديث باكري بان القواعد العسكريه التي تكون في اليمن وسوريا هي افضل بعشر مرات من السلاح النووي. اعتقد انه صحيح الشعب الايراني بدا يتململ من السياسه حكم نظام الولي الفقيه الذي طوال العقود السابقه يتحدث عن جدوى السلاح النووي، ثم بعد ذلك يقوم بنقض هذا الكلام ويقوم بعمليه الاتفاق والغاء هذا الاتفاق بعد ان تعرضت ايران لموجه كبيره من الضغوط الاقتصاديه والخسارة الاقتصاديه الكبير الذي عانى منه الشعب الايراني وما زال يستمر. فهذا التوجيه بان هناك سنقوم بعمليه قواعد عسكريه هي بديل افضل من السلاح النووي الذي جرى الاتفاق النووي عليه. الرساله الثانيه هي الولايات المتحده ما تقوم به إيران من أجل دراسة الحالة الجديدة في الولايات المتحدة ورد الفعل في الخارجية الأمريكية الجديدة التي ستحدث. إيران تمر بعملية دراسة لدونالد ترامب وكيف سيكون توجهها الخارجي، وتوجهها أيضا رسالة بأن أي تأثير أو إعارة بالعقوبات على إيران سيكون مقابلها أننا سنقوم بعملية فتح قواعد عسكرية على ممرات الملاحة الدولية. لاحظ أن تصريح باكر يتحدث أيضا بما أن خط الملاحة الدولية يمر عبر مضيق هرمز وباب المندب، سنكثف من عملية وجودنا في تلك المناطق في عملية حصار دولي أو للتأثير في السياسة الدولية. هذا واضح بالنسبة للإيرانيين، هم دائما أستاذ عدنان يستغلون ربما مخاوف أمريكا والغرب فيما يخص الإرهاب، والآن يتحدث رئيس هيئة الأركان عن مجابهة القرصنة. طيب، نقطة أن يأتي هذا التصريح من العسكري الإيراني، كنا نسمع خلال فترات سابقة ربما أن التصريحات تأتي من خلال ربما شخصيات دينية وسياسية، هذا التطور في طبيعة صدور هذا التصريح؟ أعتقد بأن التصريحات الإيرانية كانت عسكرية أو تابعة لحرس الثوري الإيراني. أعتقد أنها تصور في ذلك الاتجاه. يوم أمس أيضا كان وزير الدفاع الإيراني يتحدث في معرض مع وزير الصيني يتحدث بأن هذه محور المقاومة التي تقوم بها إيران وبانتشار مسلحها بانتشار هذه القوة الكبيرة لإيران هي بالتأكيد ستصب في حفظ الأمن الإقليمي للداخل الإيراني، وندعو هذه الجماعات المسلحة ندعو هذه الجماعات وحلفائنا في محور المقاومة للاستمرار في عملية التصريحات العسكرية والتأثير من أجل الحفاظ على مكاسب إيران. لاحظ خلال الفترة الماضية أيضا تحدث الإعلام الإيراني والمسؤولين الإيرانيين بأن الحوثيين هم جزء من القوة الإيرانية الموجودة. عبد الله الزايري المحلل السياسي التابع للحرس الثوري كان في ندوة في إيران الأسبوع الماضي وتحدث بشكل واضح بأننا ندعم الجماعات المسلحة الموجودة في الجزيرة العربية من أجل إسقاط الحكومات والنظم ومن أجل حماية المصالح الإيرانية الموجودة في المنطقة ومن أجل التوسع الإمبراطوري للدولة الفارسية. لكن صالح الصمد من صنعاء يطلق تصريحات مضادة ربما لهذه الرغبات. صالح الصمد أعتقد بأنها تصريحات استهلاكية إعلامية. صالح الصمد هو يبدو غاضب من إيران لأنها لم تعترف بشكل حقيقي بالمجلس السياسي الإيراني. هو تحدث أيضا في خطاب صالح الصمد بأن خذلنا الصديق قبل العدو. كان يتوقع صالح الصماد وفريق المجلس السياسي الذي يديره الحوثيون وعلي عبد الله صالح بأن إيران ستكون أولى المعترفين به، وهذا ما لم يحدث. أيضا إيران تستطيع ليست مشكلتها صالح الصماد في حال إيران أن تقوم بهذه العملية وبناء قاعدة عسكرية لم تعتمد على صالح الصماد في التصريح والتنبيه. الحوثيون سيسيطرون على جزء كبير من السياسة اليمنية وسيكونوا مؤثرين وسيعلنون بكل فخر بأنهم يبدون قاعدة إيرانية موجودة في البحر العربي ومضيق باب المندب. طيب أستاذ عدنان، سؤال أخير فيما يخص التركيز الإيراني على موضوع المجال البحري، يثيرون الكثير من القلاقل والمخاوف، ربما كان آخرها استهداف المدمرات والسفن، لماذا هذا التركيز؟ لاحظ أن معظم ناقلات النفط التي تسير العالم وتؤثر في حياة معظم سكان العالم هي تمر عبر الخطوط الملاحه البحريه. النفط من الصعب ان ينتقل عبر الطائرات الفضائيه وينتقل عبر السفن، وهذه السفن وهذا النفط يكون بعمليه الامدادات الكهربائيه وكل ما يحتاجه العالم فيها. ومعظم خط الامداد يمر عبر مضيق المندب ومضيق هرمز.
هذا المرة الملاحة في حالة تأثر سيثور الهرم ضد حكومات ومؤسسات وتتبع عمليات ضغط كبيرة يستطيع مثلها النظام الإيراني تمرير سياستها الدولية. شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية على هذه المشاركة معنا في حلقة الليلة من المساء اليمني. يعود لضيفي في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، هذه التصريحات والمخاوف التي تثيرها إيران ربما من جديد من هذا التصريح لرئيس هيئة الأركان وربما الإقدام على خطوة إقرار الحشد الشعبي في العراق رسميا من خلال مؤسسات الدولة العراقية هناك، كيف يمكن استثمار ذلك فيما يخص معركة اليمن؟ وتحدث هنا عن التحالف العربي مثلا، هذه التصريحات وإثارة مخاوف ربما في البحر، هل يمكن استغلالها في حسم معركة الساحل الغربي وكسب ورقة أخرى؟ لا شك أنه مثل هذه التراكمات اليوم، نحن أمام آخر تصريح وربما لم يكن الأخير خلال الساعات والأيام القليلة القادمة بالنسبة للإيران. الإيرانيين هدفهم المركزي والرئيسي واضح جدا، وهو السيطرة على طرق الملاحة البحرية، يقد موطئ قدم لهم في اليمن، كما هم حاليا الآن يحاولون إيجاد خط بري رابط بين طهران فبغداد فدمشق فبيروت، يعني وصل منطقة البحار الدافئة اللي هي منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط بطهران على امتداد سلسلة واحدة. وهذه المعارك اللي تتم اليوم في الموصل وتل عفار والرقة وغيرها هي معارك من أجل أن يصلوا بهذا الخط. في هذه المعركة حققوا إلى حد إنجازات كبيرة، لكن في الحالة اليمنية أنا باعتقادي أنه لازال من المبكر جدا الحكم حول نجاحهم من عدمه حتى الآن، حتى هذه اللحظة، لأنه لا زال التحالف العربي لديه من الوقت والإمكانيات ولديه أيضا من الأرض أو أرض المعركة القادرة على الانتصار على المشروع الإيراني. فقط الإشكالية الكبيرة الكامنة لدى التحالف العربي هو عدم وجود رؤية واضحة لسؤال ماذا بعد. التحالف العربي يتخوف من أوهام في اليمن، هذه الأوهام. يبدو أيضا أن هناك إشكالية أخرى لدى التحالف العربي. أنت قلت أن معركة اليمن هي معركة واحدة بالنسبة لليمن والتحالف العربي، هناك في المقابل من يرى أنها ربما قد تكون معركة واحدة لكن بأجندات مختلفة. هو هي هنا سبب التأخير ما يقارب عامين لهذه المعركة هو وجود تضارب أجندات في إطار التحالف العربي. التحالف العربي بدرجة رئيسية هي استراتيجية المملكة العربية السعودية، لأن الهدف الأول والمركزي لإيران هي ضرب المملكة العربية السعودية. ممكن إيران تتفاهم مع الإمارات في كثير من القضايا، ممكن تتفاهم مع الكويت، لكن مع المملكة العربية السعودية هي مسألة حدية. يعني ضرب المملكة من قبل إيران هي مسألة تحدي وجودي، الإيرانيين حاسموا أمرهم في هذا المجال. وبالتالي اليوم المملكة هي تدافع وحيدة الآن على مستوى الرؤية والأجندة في الحالة اليمنية، بينما الأطراف الأخرى يعني لازالت تثير مخاوف تجاه بعض الأطراف الموجودة في إطار المقاومة، تجاه بعض الإسلاميين أو غيرهم. وبالتالي مثل هذه التضارب في الأجندات التي يفترض أن توحد هذه الأجندات في إطار معركة واحدة، معركة مصيرية، إما أن نكون أو لا نكون في اليمن. يعني بمعنى أنه المشروع الإيراني إذا استطاع أن يعني حتى ولو في إطار الأجندات السياسية أو في إطار الحلول السياسية، بمعنى انتصار لإيران، إذا قبل التحالف العربي بأن تكون جماعة الحوثي جزء من المشهد القادم، هذا يعتبر انتصار كبير كبير جدا لإيران. المعركة في اليمن اليوم تقوم على إنهاء هذا الانقلاب وضرب كل جيوب هذه الميليشيات وتحويل إيران إلى ذكرى قديمة كانت في اليمن. أما أن يسمح لها من خلال التكيف وإعادة ترتيب صفوفها من خلال حلول سياسية تقدم من قبل إدارة ديمقراطية الراحلة أو من قبل سلطنة عمان التي تسعى بمساعي مريبة في الحالة اليمنية، أنا باعتقادي أنه هذا يؤدي إلى تفخيخ المشهد السياسي وتأجيل مراحل الصراع وتأجيلها وترحيلها إلى مستقبل الأيام القادمة، وهذا يمثل خطر كبير واستراتيجي على المنطقة كلها. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت ضيفنا في الاستوديو في حلقة الليلة من المساء اليمني. وأيضا الشكر موصول لضيوفنا عبر الهاتف، الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، ولعدنان هاشم الخبير في الشؤون الإيرانية. انتهت هذه الحلقة من المساء اليمني، غدا مساء جديد وحلقة جديدة، كونوا بخير.